المعتقلين السياسيين او يعني المعتقلي الرأي زي ما بيقولوا عليهم، ولورا فيدي الحقيقة انا يعني مش من ذهني يعني، الباقين 487 واحد بيسموهم خطورة كذا وخطورة كذا. الخطورة كذا بمعنى انه عنده استعداد ياخد اجراء عدواني في سبيل فرض رأيه، خطورة اقل كذا. فهم دلوقتي بيدرسوا ما يطلق عليه الخطورة به، وهي اظن الاقل، عددهم 122 بصدد انهم يفرج عنهم قريب. لازال الامر مطروح يعملوا ايه في الناس اللي اصحاب الرأي اللي يهووا انهم يفرضوا رأيهم بالخنجر او بالسكينة يعني، وساعتها برضو نشوف يعني امر. انا بقول لحضراتكم الكلام اللي قدام عيني على الورق يعني. اتضح بعد كده بقى ان في مجموعة كبيرة من المعتقلين دول بقى معتقلي اللي هم معتادي الاجرام، اللي حضرتك كل ما يخش زي الاستك يعمل البتاع، يدخلوا السجن يطلع يروح عمل عملية تاني، يخش السجن يطلع يروح عمل عملية تاني، كلها حاجات إجرامية. وهم يعني لوحدهم، ودول عددهم مش معايا دلوقتي واجيبهم لحضرتكم في اي وقت، لكن هم معتادي الإجرام بالورقة والقلم يعني، اللي هم يعني ما بيبطلش، هو يهوى الموضوع ده ورايح جاي رايح جاي عليه فبيعتقلهم. حاب اطرح على حضراتكم عددهم كام، وبرضو يعني افلح ان صدق اذا صالح امره، واذا طلع غاب مدة ما يرجعش السجن يبقى خلاص يبقى ما يعتقلش تاني. لكن انا بقول لحضراتكم ادي موقف المعتقلين. مجموعة قليلة، عدد الحقيقة مش كبير ابدا. انا الحقيقة يمكن الاخ وائل غنيم احد يعني الشباب الثورة اللي كانوا كلكم حاجة سمعتوا اسمه يعني، انا قعدت اذكر يعني بذكر اني قعدت ادور عليه في كل في اطار بقى الزيطة اللي كنا فيها، قعدت ادور عليه كثيرا جدا، ممكن يكون هنا ممكن يكون هنا ممكن يكون هنا، لما عطرنا عليه حتى الاجهزه كانت يعني في شبه ارتباك يعني الاجهزه اللي صلبها العام سرح وروح بيوته، طب اتوقع ايه من الاجهزه الموجوده؟ اكيد برضو كان في شيء من البانيك او الانزعاج او الارتباك في الاداء وكده، ده يمكن كان مبرر. وصلنا اليه بصعوبه يوميها كذا، وقلنا ونزلناه في التلفزيون هيفرج عنه بكره الساعه 4 عشان خلص اوراقه وتم. فاذا كان هناك عدد بسيط، اظن انه عدد لا يزيد على اليد الواحده، اتخيل ذلك والله، ودي الاسماء اللي واصله عندي، قاعد ان انا بدور عليها بحفر وراها كده، هشوف بس انها يعني فين جهاز امني، ويعني هما بقايا الحركة أو يعني أو المرحلة الأخيرة من الثورة اللي دارت، كان في مكان واحد كده هما دول اللي اختفوا، دول اللي أنا ناقصين إن أنا يعني أقول الحركة عليهم. نعم يا فندم. لا المفقودين دول بقى جاري بقى البحث عنهم باتساع، لان دول ده عدد ما مش قليل اظن يعني، اللي هم مش معروف حتى يعني بيانهم هم فين. يعني دي بمنتهى الامانه البحث شغال وربنا يقدرني. طبعا اذا مفقود وثبت انه في احد اجهزه الامن ومعروف ومسجل مفقود بقت العمليه سهله، لكن يعني كل ده احنا ماشيين وراه بمنتهى الـ يعني الدقه.